بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة يوم استثنائي بالنسبة لنا، زي ما حضراتكم تابعتوا من شوية على قناة النادي الأهلي، فوز النادي الأهلي على نادي الزمالك في دوري السوبر لكرة السلة 70-69. الحقيقة أنا مش هتكلم كتير في هذا الموضوع، طبعا زي ما حضراتكم شايفين معانا بعض اللقطات من هذه المباراة. أنا مش هتكلم كتير لأن كان قبلي طبعا كابتن خالد العوضي وضيوفه، الحقيقة اتكلموا في كل ما يخص هذه المباراة وبكل تفاصيلها وبكل شيء. ولكن الحقيقة دايما من أول يوم في هذا البرنامج وأنا قلت لحضراتكم، دايما عندنا في النادي الأهلي الدقيقة 90 هي أهم ما يمثل النادي الأهلي أو ما يمثل جمهور النادي الأهلي. نحن دايما بننتظر، حتى لو كنا كسبانين بننتظر إلى الدقائق الأخيرة. النهاردة الحقيقة مش في كرة القدم بس، أنا لما كنت بتكلم مع حضراتكم كنت بتكلم مع حضراتكم بشكل عام، ماذا يحدث في الدقائق الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي. روح الفانيلا الحمراء اللي ناس كتيرة جدا لما بنيجي نتكلم في هذا الموضوع ما يعرفوش طبعا، فمعلش بنعذرهم، لكن أنا بتكلم إن في ناس كتيرة ما بتعرفش يعني إيه روح الفانيلا الحمراء، يعني إيه الدقيقة 90، أو يعني إيه دايما بنتكلم على ما بعد الدقيقة 90. لأن إحنا عندنا دايما كأهلاوية عندنا هنا بيكون الأمل موجود لغاية لما الحكم يصفر نهاية المباراة، حتى لو كنا مغلوبين زي ما حصل النهاردة في مباراة اليوم. قلت لكم قبل كده إن السلوجن اللي هنمشي عليه أو شكل البرنامج اللي هنتكلم فيه دايما هو الدقيقة 90 أو +90 +90 +90. ده يعني النادي الأهلي بيعمل إيه بعد هذه الدقيقة، وشمعنا الوقت ده. النادي الأهلي لوحده بيغرد وحيدا في هذا الموضوع، لأنه زي ما قلت لكم، زي ما وأكرر على حضراتكم الكلام ده أكتر من مرة، إن دايما النادي الأهلي يا جماعة عنده شيء خاص، ومش كلام، الحقائق بتقول والكلام بيقول، ومباريات كثيرة جدا سواء في كرة القدم، النهاردة آخر حاجة في كرة السلة، قبل كده في كرة اليد، وقبل كده في كرة الطايرة، في كل الأمور النادي الأهلي دايما بيبقى واقف على رجله للدقائق الأخيرة. عدم اليأس، عدم اليأس ده هو اللي بيخلي النادي الأهلي يظهر بهذا الشكل ودايما بيكسب في الأوقات الأخيرة، على عكس أندية كتيرة. والله ما بتكلم على حد، والله ما قصدي أتكلم على حد، ولكن أنا بتكلم بوجه عام إن النادي الأهلي مختلف تماما عن بقية الأندية.